معايا 100 ذهب. انت اللي شايطها اصلا، اديله الكرة يا كابتن. انت ازاي كده يا ابويا؟ باص يا عم، صور انت ابوك بس. ها راح عليها اسلام. وقفت شابون، عارف شابون؟ كن فاضي يلا. وكان معايا لسه احمد عمر اللي طلع من الجروب ده، انا اللي مطلعه. وقفت شابون مين؟ مين من الاثنين اللي بقى مستفز يا جدع قوي محمد شابون ده؟ مستفز قوي قوي صراحه. صراحه انا عايز اقول لك خليته يجيب لي المراقب اكبر من الاثنين والله. خليته يسيب لي لسه الكوره يصلحها. محمد شابون واحمد عمر طلعوا من الحاجز المعلم مسلسل كنت بلعب جمعه كنا بنلعب جمعه هنا مع بعض. خلاص في يوم هنا فضلت قاعد 5 دقايق مش قادر امسك رجلي. قال لي معلش ولا وانا معلش ولا لا عادي. المفروض يعني كبدلة انت ما تعرفنيش حتى. معلش خلاص جيت يوم الاثنين مخصوص بصراحه عشان اخلص. يا سبحان الله وقفت. سبحان الله توقف لك شيء بس استفزازك اللعب مش سلسه. مش هسبسك بره هسبسك في اللعب. بقيت باخد الكوره هنا انت فاهم اقعد الف على نفسي هنا هو فاهم. خليت الواد الثاني يثبت لي الكوره. عمر كان بيلعب معاه؟ احمد عمر صح؟ هو لا مستفز. عايز اقول هو مستفز مع اللي معاه مش مع اللي ضده. اضغط عليه اضغط عليه. هو فعلا بص انا ظبطته في اللعب لدرجه اللي هو اخر ماتش خليتهم ما يلعبوش اخر ماتش. كان جارنا مثلا الصفر مره كان بيلعب معاه. عارف مين؟ انا لعبت معاه مره كرهت نفسي. اول ماتش كنت بتلعب كوره قلت له قعدت اتكلمت معاه والله قلت له بص احنا كلنا هنا انت فاهم
الناس دي حتى لو واحد مثلا اقل منك في اللعبه جاي عشان يتمتع برضه هنلعب مع بعض هتمسك كوره انا ممكن امسك الكوره واقعد الف حوالين نفسي برضه انت فاهم كلها بتعمل كده لكن الناس كلها انت فاهم ده انا مثلا على قده في اللعب فانت على قده في اللعب فجاي يلعب معانا عادي هو اللي جاي ده كويس ولا مش كويس اللي جاي ده يعني ده ماشي كويس يعني ماشي ما بسطلوش بقى يرجوش بقى وبتاع لا ايوه بنلعب مع بعض بس لو بيلعب يعني لا بيلعب ساعة كام يا كابتن؟ ساعة كام يا حمام معايا؟ الساعة 8:15 كويس والثلاث فرق التانيين انت فاهم او فرقتين وفرقتين فاللعب مش هيبقى فيه متعه الواحد مش جاي عشان مكسب وخلاص لا عشان تسهيل يا لها من المتعه يا لها من الاثاره اللي بيغير ده قول له تعالى خد ورقه يا عم اللي بيغير كان ده اللي بيغير انا كده
كابتي. هو سحب 50 ورقة. طب انا اني و20 دلوقتي ولا ها المفروض ان انا اني و20 دلوقتي يا ك اني قلت قتل هيتقال ان انت اللي عملته قتلت يا بابا ها قتلت ارجع يا في ناس كده يا في ناس كده في ناس كيفها كده صفر في متعة انت فاهم باللي انا شغل فريق ومتعة انت فاهم